استكلام. طيب مؤخرا اتجهت للتعامل مع الموزع التونسي نعمان الشاعري، ليش اخترته هو بالتعني؟ هو نعمان مش مؤخرا، يعني من زمان وانا اول من الفنانين اللي بيني تعاملوا معاه. سيد نعمان الشاعري هذا من الاساتذه المعروفين على مستوى المغرب العربي، والان يعني هو الان ممكن حتى نقوله عربيا يعني، لكن خلينا يعني ممكن نقوله من افضل الموزعين في المغرب العربي حقيقه. هو واتجهوا اليه كل الفنانين اغلبيتهم من الليبيين، يعني اقصد بجميع انواعهم، بجميع الانواع الفنيه، اقصد الاغنيه الشعبيه، الاغنيه المرسكاويه، شفناه متعامل معه اكثر من فنان ليبي فعلا، مطربين التلفزيون بتاع ليبيا، مطربين مش عارف، يعني كل الكوكتيلات وكل الالوان، ووفق هو ونجح في كل ما نفذ من هذه الاعمال في اسمه. طبعا انا لي الشرف اني نكون من اوائل الناس او المطربين او الفنانين او الملحنين الليبيين اللي تعاملت مع نعمان الشاعري. طبعا نعرف ان نعمان ايام من الثمانينات، ما شاء الله، من 87 و88 يعني تعامل قديم مش تعامل جديد. ونعرف لما كان عازف، طبعا من العازفين اللي رايعين على آلة الكيبورد، وبعدين ربك وفقه افتح استوديو صغير كذا، لين ما شاء الله اسمه توا، ما شاء الله يعني اسمه توا لامع فعلا، اسمه كبير، وانا عندي ثقه فيه، يعني ثقه كبيره جدا، لانه يمتاز. مرات اختي خلود يعني تمشي لموزع مصري او جزائري او كذا، ما يعطيكش الروح هذيك، الروح نحن الروح الليبيه في التوزيع او في ايقاعاتنا الجميله، يركب لك ايقاع مش مركب مش مضبوط، ولكن نعمان تمكن من حط بصمته، يعني في العالم في العالم اي بالضبط، في ليبيا وفي الوطن العربي، الوطن العربي يعني، وابدع في توزيعها او يعني اعمال اللي نفسدها لكل الفنانين الليبيين، ما شاء الله دار بصمه يعني، ويعتبر من افضل الموزعين، وطبعا تربطني به علاقه جيده جدا واسريه، هو صديق شخصي لي واسريا، ويعني دائما حتى لو كنت انا مش موجود في تونس او في المدينه نفسها اللي عايش فيها، مدينه ساقط اللي نسكنوا عندها، من اي مدينه اخرى انا على طول تلقيني متصل بي ونتمنى له صحته، ونفس الشيء هو يتصل بي ويتمنى صحتي، وفي يعني في تواصل يعني دائم بيناتكم، في احترام، في تقدير، في ود، في حب، يعني ربي يدوم ان شاء الله ان شاء الله. وعندنا اعمال ثانيه اخرى، هو طبعا اللي يقول لي انت غير مشي اعمالك هذه اللي عندك، عندي 5 استديوهات ما شاء الله 54 ان شاء الله عليكم. مش بس كلام.